مركز الهلال الذهبي الشهر الفائت، ولكن الظروف الطبيعية القاهرة التي مرت فيها البلاد أدت إلى تأخير هذا الافتتاح، حيث تأثرت مدينتنا بالزلزال الذي ضرب المنطقة، وحرصا منا على سلامة الجميع قمنا بتأخير افتتاح المركز إلى هذا اليوم. نتمنى الجميع السلامة والأمان بإذن الله تعالى. شهداءنا قادتنا المعنية نتيجة عمل دؤوب وجهد كبير من الجميع، وتحت شعار بثقافة المرأة يسهل المجتمع ويرتقي، يسعدنا أن تكونوا معنا في افتتاح مركز الهلال الذهبي الذي يهدف إلى إحياء التراث بكافة مكوناته وتنمية مواهب المرأة من موسيقى ورسم ونحت وغناء ومسرح ودبكة، وكذلك الأعمال اليدوية وهي المنتجة الأولى، وبذلك تعطي الجمالية بأسلوبها وثقافتها وارتباطها بالحياة بشكل مباشر، وهذا الارتباط يعني تدفق ينابيع الحياة نحو مجراها الصحيح وتوسيع العلاقات مع المكونات الأخرى. باسم تجمع نساء زنوبيا في المناطق المحررة نحيي نضال المرأة ونحيي دورها في لعب تحقيق الظاهرة المجتمعية وتطويرها مقتدية بتوجيهات وفكر وفلسفة القائد الأممي عبد الله أوجلان وبنضال شهيداتنا شهيدات الحرية اللواتي رسمنا لنا الطريق الأمل والتجديد واستمرار ثورة.